مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره ثانيه. يلا نروحوا للوصفه الثانيه، راح نوري لكم اليوم بريوش طريقه سهله وناجحه 100%. واش عندكم؟ عندكم هنا كاس تاع الماء يكون دافي، وكاس اللي تكيلوا به ماء، تكيلوا به كاس حليب طبعا يكون دافي. عندكم ربع كاس اللي كيلتوا به الماء وكيلتوا به الحليب، تكيلوا به ربع كاس تاع الزيت، زوج مغارف كبار خميره تاع الخبز، زوج مغارف كبار سكر، وعندكم مبشور ليمون وكيس تاع سكر فانيليا، وعندكم هنا حبه بيض وشويه تاع حليب باش ندهنوا البريوش تاعنا، وعندنا شوكولا اللي تحبوها نتوما، شوكولا تختيني تاع الطلي ولا بيبي شوكولا ولا شوكولا اللي يكون عندكم في الدار تقدروا ديروها. كما قاعدين نديروا داخل شويه زبيب، تقدروا ديروا شويه لاكريم كما حبيتوا نتوما. نعاود لكم المقادير، شوفوا هنا كاس تاع حليب، كاس تاع الماء عفوا، كاس تاع حليب، قلنا الكاس تكيلو به الماء تكيلو به الحليب، ربع كاس تاع الزيت، زوج مغارف كبار خميره تاع الخبز، زوج مغارف كبار سكر مبشور تاع حبه قارص، كيس سكر فانيليا، قلنا عندكم حبه بيض وشويه تاع حليب باش ندهنوا البيروش تاعنا، وشوكولا اختياريه اللي يكون عندكم في الدار تقدروا ديروها لداخل. يلا نروحوا طريقه تحضير مشاهدنا الكرام. كما راكم تشوفوا هنا مقادير تاع البريوش هادو بسيطه، وطبعا ما تنساوش فارينة حتى تنطم لاباط تاعكم. شوفوا هنا نحط الماء، قلنا كاس ماء يكون دافي، نزيد له كاس حليب يكون دافي، ونزيدو زوج مغارف كبار خميرة تاع الخبز، وزوج مغارف كبار تاع السكر، ونحطو مبشور تاع الليمون وسكر فانيليا. هكذا هادو حنخلطوهم مع بعض. نوصيكم برك نتوما حاجه اللي ديروها في الدار، شوفوا معايا، شوفوا هكذا نزيد هنا، شوفوا ربع كاس تاع الزيت، شوفوا انتم في الدار يكون عندكم الوقت رايحين تاخذوا فرينه وتحطوا شويه فرينه بكميه صغيره، وتخليوا الخميره تاعكم تتفاعل، يعني تخليوا الخميره تاعكم تطلع شويه باش هذا البريوش يجيكم خفيف. شوفوا معايا، حط شويه فرينه هكذا بهذه الطريقه هكذا، هكذا، وتغطيوها وتخليوها، تخليو هذه الخميره تاعكم على الاقل 10 دقائق حتى 12 دقيقه باش تشوفوا هذه الخميره تاعكم تفاعلت. من بعد راح نزيدوا تكملوا الكميه تاع فرينه هكذا. دونك هنا انا راح نكمل، شوفوا معايا، دائما نوصيكم يعني اذا كان خبز ولا بريوش ولا لاباط تاعكم ما ديروهاش يابسه. شوفوا معايا هكذا حتى تطمو كامل لاباط تاعكم، ولازم تتحصلوا على اون بات تكون تكون ما تكونش تلصق ولكن تكون طريه. شوفوا هكذا، وهاد البريوش ما تدلكوش، يعني نطموه برك وتزيدوا تخليوه يخمر مره الاولى، من بعد رايحين تخدموا البريوش تاعكم وتزيدوا تخليوه يخمر مره ثانيه. شوفوا معايا هكذا، شوفوا العجينة تاعنا كيفاش تكون.
شوفوا هنا لاباط تكون طريه هاي ليك، ولكن ما تكونش يابسه وما تكونش تلصق. شوفوا ها ماهيش تلصق هكذا. نتوما في الدار شوفوا كيما راهي، رايحين تخليوها تخمر حتى تشوفوا الحجم تاعها ضعف. من بعد هذاك الوقت تقدروا تشكلوا البريوش تاعكم، وكي تشكلوه راح تزيدوا تخليوه يخمر مره ثانيه. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، قلنا كي تزيدوا تخليوه هاني، كي تخليوه يخمر المره الاولى رايحين تشكلوا. شوفوا هكذا كوارات يكونوا صغار. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. حاولوا انكم ديرهم كامل كيف كيف. دوك نوريلكم الشكل تاع هذا البريوش ساهل. شوفوا معايا نزيد نكمل هذه الحبه اللي قعدت. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، راح ناخذ هنا شوفوا حلال، وقلت لكم في المقادير عندكم حبه بيض كامله وشويه تاع حليب باش ندهنوا البريوش تاعنا. نزيد شويه حليب شوفوا هنا مشاهدنا الكرام تبعوني، والسرة العدس. هكذا خويا وسام ها. الور اتخذ في صار اصبر 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 دقيقة. هاي
هيا تبعني صاحبي صاحبي تبعني ياك. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام راح نديروا الشكل الاول. شوفوا انتم في الدار خليوا لاباط تاعكم تخمر باش تجيكم سهله. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. العجينه تاعكم هنا حلوها شويه رقيقه ماشي بزاف. شوفوا هكذا شوفوا معايا. من بعد عندكم موس ولا كوبات كيما هذه رايحين ما تقطعوش تراسي وبرك. شوفوا هكذا نزيد بالجهه هذه اللي منا هكذا. من بعد تاخذوا الشوكولا تاعكم راح تحطوها هنا. شوفوا هكذا قلنا الشوكولا اللي حبيتوا اخذوها يعني حتى شوكولا تاع الطلي راح تجيكم سهله. شوفوا ونغلق عليها الشوكولا. نزيد نغلق مرة ثانية بيديكم ولا بصبعتكم هكذا تطويو هذه جيبوها لهنا وتغلقوا هذه منا هكذا وهذه هنا هكذا وترفدوا هذه من الفوق. شوفوا معايا تتحصلوا على هذا الشكل كيما نواسيو القريوش تاع الطفيرة هكذا. جيبوا السنيور اللي يدخل الفرن. بعد ما قلنا هكذا تشكلوه وتزيدوا تخليوه يخمر مره ثانيه. شوفوا معايا هكذا نوريكم واحده اخرى. شوفوا معايا هاي لك العجينه تاعنا. شوفوا هكذا قلنا ناخذ موس ولا كوبات كيما هذه ونطراسي. نزيد الجهه الثانيه نحطوا شوكولا. ونغلق بهذا الشكل. نغلق زوج مرات على الشوكولا هكذا. من بعد هذه الجهة راح نلصقها مع الجهة الثانية. شوفوا هذه راح نلصقها مع اختها منا وهذه نلصقها منا ونطلع هادو للفوق. هاوليك الشكل مشاهدنا الكرام. ان شاء الله مشاهدنا الكرام تكونوا حفظتوا الشكل. من بعد رايحين تاخذوا هذيك حبه تاع البيض وشويه تاع حليب راح تدهنوا البريش تاعكم من الفوق هكذا بهذه الطريقه وتزيدوا تخليوه يخمر مره ثانيه ورايحين ندخلوه للفرن على درجه حراره 200 درجه مدة 15 دقيقة يكون واجد يعني حتى ياخذ اللون هذاك الذهبي وتشوفوه الحجم تاعو زاد. رايحين تخرجوه تخليوه يبرد وتقدموه. صدقوني بريوش خفيف بزاف بزاف وبنين خاصة كي فيه سكر فانيليا ومبشور الليمون. يلا مشاهدنا الكرام راح نكمل انا هذا البريوش. نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو ورايحين نشوفوا الكيفية تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم. خليكم بعد الفاصل.
مشاهدنا الكرام، كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. الوصفه الاولى اللي كانت عباره عن حساء اللي كنا درناه بالعدس الاحمر، ها امامكم صدقوني بنين بزاف بزاف بزاف. تبعوا برك الطريقه والمقادير راح تنجحوا فيه، ويا لبالي بلي يعجبكم. والوصفه الثانيه كانت عباره عن بريوش بطريقه سهله وناجحه 100%، ها امامكم. بعد ما تخرجوه تقدروا ديروا شويه راجولي من الفوق وتقدموه. ان شاء الله تكونوا خديتوا المقادير وطريقه التحضير تاع هذه الوصفتين ان شاء الله. مشاهدنا الكرام، قبل ما نروحوا لنهايه هذه الحصه عندي بعض الاهداءات. عيد ميلاد سعيد من عند زميلنا سليم، سليم جمعة، إلى الصغيرة عويشة، الصغيرة عويشة مالك بنت زميلنا عمر في القسم الإدارة، اللي نقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام أنت بخير إن شاء الله، طولت العمر إن شاء الله. وكذلك مبروك لعائلة بن عزوق اللي نجحت البكالوريا للابن سفيان، وإلى ليلو سليمة ونادية محمد أمين بوزعبون إن شاء الله، مبروك عليكم وإن شاء الله حاجة مكتر. مشاهدنا الكرام راح نتلقى بكم غدو إن شاء الله نفس التوقيت ونفس القناة. من هذاك الوقت تهلاو في روحتكم، تهلاو في صحتكم، سلام.